المقلد قبل ما يكتب لازم يبحث عن عرضه وسمعته بين أهل العلم، ولا يغرنه أنه أمسك قلما وكتب في جريدة لا، فلا تكتب بكفك غير شيء يسرك في القيامة أن تراه. اوعى يكون فاكر الكلام اللي هيكتبه ده لن يعرض عليه يوم القيامة، سيعرض عليه. ولما يلبس ثياب المجتهدين وهو غارق في التقليد يقلد غيره، إذا وافق هواه هذه مشكلة عليه يوم القيامة ومعرة عليه في الدنيا إن كان يحس بذلك.